أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ التزام الحلف بإتمام عمليات الإجلاء من أفغانستان. وخلال مؤتمر صحفي دعا ستولتنبرغ إلى ضرورة أن تبقى المعابر الحدودية الأفغانية مفتوحة، لافتا إلى أن ما جرى في أفغانستان كان انهيارا سياسيا وعسكريا سريعا. كما اعتبر الأمين العام للناتو أن القيادة السياسية الأفغانية فشلت في مواجهة طالبان، وأشار إلى أن حلف الناتو لديه القدرة على التصدي لأي تهديد إرهابي من أفغانستان.